مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من المنطقة ديال الحي الحسني. ففي هذه اللحظات السلطات الأمنية والسلطات المحلية كيدخلوا على واحد المقهى ديال الشيشة في هذه اللحظات وحزوا على بعض المحجوزات. فبرافو لرجال الأمن بمنطقة الحي الحسني، برافو للسلطات المحلية، برافو الأشخاص اللي واقفين على هذه الأمور هذه وخدامين عليها. فتحياتي لهم وشكرا على المجهودات اللي كيقوموا بها. فحزوا على قنينات ديال الشيشة في هذه اللحظات هنا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في المنطقة ديال الحي الحسني. شوفوا معايا مشاهدينا شنو واقع في هذه اللحظات أمام هذا المقهى ديال الشيشة اللي كتواجد في المنطقة ديال الحي الحسني. فرجال الأمن والسلطات المحلية تمكنوا من حجز بعض القنينات ديال الشيشة هنا في المنطقة ديال الحي الحسني. شوفوا معايا شنو واقع في هذه اللحظات هنا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في المنطقة ديال الحي الحسني. فبرافو لرجال الأمن، برافو للسلطات المحلية على المجهودات اللي كيقوموا بها هنا في المنطقة ديال الحي الحسني. ففي هذه اللحظات رجال الأمن رفقات السلطات المحلية بالمنطقة ديال الحي الحسني فتمكنوا من إيقاف والحجز بعض المحجوزات ديال قنينات الشيشة. فبرافو برافو 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 للسلطات المحلية، برافو لرجال الأمن بالمنطقة ديال الحي الحسني فتمكنوا من إيقاف وحجز محجوزات ديال قنينات ديال الشيشة. فشوفوا معايا السلطات المحلية ورجال الأمن ديال الحي الحسني اللي دايرين الواجب ديالهم على أكمل وجه، برافو لهم وتبارك الله عليهم على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها هنا في الحي الحسني. تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم، يتمكنوا من الحجز على قنينات ديال الشيشه هنا في المنطقه ديال الحي الحسني احدى المقاهي في هذه المنطقه هذه. فغادي نوصلوا مشاهدينا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، تبقوا على خير.